أم أصدقائي المشاهدين والمحبين، أهلا ومرحبا وسهلا بحضراتكم عشاء الساحرة المستديرة استاد جزع النخلة بمدينة البصرة العراقية. النهاردة لقاء جديد، لقاء فيه الروح والمعنويات والعودة، والعودة للمنتخب العراقي من أجل رفع الحظر للأمور العراقية. في علم كرة القدم ليس هناك الصحيح، اليوم لقاء ديربي، لقاء الكبيرين، لقاء الأشقاء، المنتخب العراقي ضد الأخضر السعودي. مبكرا بدأت تتهيأ البصرة هذا العام للعيد بالأحلام، تحني جدائلها بألوان الفرح، تكحل غدها، وكم من غد انتظرت فيه زائرا دون أن تدس قبس ضيافتها، فالكرم شيمة أهلها، فكيف والزائر أخ شقيق ابن عم وابن خال، طال كلهم، طال عن البصرة طال غيابهم.